منتخب الشباب غير ثلاث اصابات مهمه جدا جدا. وادي الباص الامامي فرصه هدف اول هدف اول هدف اول هدف اول هدف اول نعم هدف اول هو اولونجا النجم الكيني هداف الدوري العام الماضي وهداف الدوري الياباني من قبل وهداف دوري ابطال اسيا. نعم الكيني اولونجا يفتتح اول اهداف اللقاء بعد مهاره عاليه جدا في التمركز، مهاره في الاستخلاص، مهاره في المراوغه، ثم بكل هدوء وبكل ثقه وبكل تأني اقدام اولونجا تغني وتعزف لحن مبكر للتحيل. لم يكن متسلل ابدا يا جماله بشماله حطها له ليتقدم اولونجا باول اهداف اللقاء. نعم هو ثالث أهدافه هذا الموسم، سجل في الوكرة وسجل في العربي ويسجل الآن في مرمى الملك القبركزو. عامل عمق هجومي من غير ما يكون متسلل، ودي عظمة أولونجا. لكن أعتقد الاندفاع كان أكتر من اللازم يا ساطع، كان لازم تقيسها وأولونجا. شوف أولونجا سجل في الوكرة، سجل في العربي، سجل هدف أول، أولونجا هدف تاني ولا إيه؟ أولونجا هدف تاني ولا إيه؟ الكين الهداف يتقدم ويسجل ولا يخاف، والقائم صاحي مش نائم، ولكن واخد نص قرص منوم، تخبط في القائم وتحتضن الشباك ليكون تاني اهداف اللقاء. فرحة جماهير الدحيل كبيرة، واولونجا يأتي في الوقت المناسب رغم الغيابات رغم الاصابات. لكن الدحيل في اخر ثلاث مباريات فاز على الريان باثنين وعلى المرخية بواحد وعلى العربي بالثلاثة، والآن والسهولة والكرة الحلوة اللي بيقدموها اولونجا هيشوط ولا ايه هاتريك اولونجا ذكاء، واي ذكاء رغم انها من خارج منطقة الجزاء وبباطن الحذاء. هاتريك اولونجا، نعم ضائعة، ثم الى تصويبة هدف لأولونجا بعد اداء راقي وجميل من صغار الدحيل، من صغار لاعب الدحيل. ادي الاشبال، ادي الناشئين، ادي الشباب، ادي مستقبل كل فريق وعماده الكبير. يا سلام يا خالد الى أولونجا. حارس المرمى اخطأ خطأ كبير، اعتقد انه هيعمل بالعرض او هيعملها في الزاوية البعيدة، لكن كم كان ذكيا أولونجا، وتصطدم في الدفاع وتحتضن الشباك، تصطدم في خالد محمودي وتغير الاتجاه وتصبح هدف ثالث لصالح الدحيل بالتلاتة. الدحيل يقصو على الملك القطراوي بكل هذا الطول ما شاء الله.